اهلا بيكم ساده المشاهدين في حلقه جديده من برنامج قضايا البلد. زي ما حضراتكم قعدنا بنتكلم بوضوح على ارض الواقع مع مسؤول جديد بنواجه مشاكل وانجازات على ارض الواقع. اتضح باين ان فريق العمل مركز على وزاره الزراعه ولا ايه؟ ان انا اتكلمت الحلقه السابقه قلنا على المحاصيل والفاكهه وكلمنا على مش عارف هي القصه مش ايه هو ما فيش على وزاره الزراعه؟ قال لك لا انا بس عشان في اللي هي مبادره الرئيس اللي هو تحسين السلالات الانتاج الحيواني وان طبعا بعض الفلاحين واهالينا بيعانوا بان انتاجيه الانتاج الالبان وتربيه اللحوم مش بالسلالات اللي هي اللي احنا بنجيبها من بره وبالتالي بنتكلم على الانتاجيه اللي بنجيبها من بره لا تتناسب مع الجو اللي داخل مصر. ففي معادله صعبه فمحتاجه يعني تدخل علمي مش تدخل بيزنس اكتر من تدخل علمي يعني كيفيه ازاي ان احنا نعمل انتاجيه او سلالات معايا بان هي ازاي تتعايش مع في داخل جو مصر زائد مع انتاجيه الاعلاف والمواد الغذائيه اللي هي تقدر تعيش وتديني انتاجيه كان بالنسبه لقطاع الالبان او الانتاج الحيواني اللي هو قطاع اللحم. ده كله بيتكلم بوضوح على ارض الواقع فبخلينا طيب يا عم فريق العمل اللي انت نزلته وعلى المسؤول بيتكلم على تحسين السلالات، طب مع مين طيب مع تحسين السلالات؟ قال لك مع الدكتور استاذ الدكتور مصطفى سعيد فاضل مدير معهد البحوث التناسليات الحيوانيه بمركز البحوث الزراعي بوزاره الزراعه. فطبعا ده بيتكلم بوضوح على ازاي كيفيه ان احنا هنجيب سلالات من الخارج على مبادره الرئيس اللي هو اتكلم فيها بيقول لك احنا عايزين نحسن السلالات المصريه على الجو المصري ان انا مش هقعد كل شويه اجيب سلالات من بره وما بتقدرش تتعايش والانتاجيه طبعا بتقل احنا عايزين نعمل نحسن عشان التحسن ده لازم تاخد في بحث علمي. هل بالفعل البحث العلمي ومراكز البحوث تدخلت؟ هنشوف الكلام ده كله مع فريق العمل وهو بيتكلم معاه بوضوح على ارض الواقع في مكان المكان العمل على ان احنا ازاي نشوف هل فعلا الانتاجيه دي هتقدر تتم تحسينها في المرحله القادمه ولا لا. خلينا نشوف التقرير ونرجع لكم بعد التقرير وانتظرونا بعد التقرير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين. زي ما وعدناكم في كل حلقة هنتكلم عن ملف جديد وإنجاز جديد وتنمية زراعية جديدة. مش عايز أقول النهاردة التنمية الزراعية بتاعتنا ملف جديد جدا يعني يعتبر نهضة زراعية لوحده. سيادة الرئيس في آخر مؤتمر كان اتكلم على الإنتاج الحيواني وتحسين السلالات لإنتاج اللبن وإنتاج اللحم من نفس الكمية من عدد المواشي في مصر أو عدد الأبقار في مصر وفي نفس الوقت تعظيم الإنتاج منها ألبان ومنها لحوم. وطبعا ومعالي وزير الزراعة اتحدث في الموضوع باستفاضة في المؤتمر الأخير وقال إن احنا هنحاول نجود السلالات عشان نفس الكمية في الإنتاج نعظم الاستفادة منها ونخلي نفس الاستهلاك كغذاء أو كتربية أو كمصاريف ولكن في نفس الوقت إنتاج ألبان زيادة إنتاج لحم زيادة تحسين سلالات مهم جدا. طبعا الملف ده ما كانش ينفع نسمع المعلومة وما نشتغلش عليه لأن طبعا تعظيم استفادة وتحسين سلالات يعني كده أنت بتعتبر في توسع رأسي نفس الكميات من السلالات او من الابقار او من الجاموس عددها مثلا 3 مليون في مصر هيبقى نفس ال 3 مليون لكن راس الماشيه اللي بتنتج البان مثلا وليكن 5 كيلو هنحاول نحسن السلاله نخليها 20 كيلو لبن ونفس الامر في اللحوم الرأس الماشية اللي بتنتج 100 كيلو لحم او 1000 كيلو لحم او 200 كيلو لحم او 300 كيلو لحم هنعظم كمية الانتاج من اللحوم منها. طبعا الكلام ده لو قلناه على الشاشات هيقولوا ده كلام بس على الورق ما فيش تنفيذ. مسكنا الملف وقعدنا في غرفة العمليات عندنا كبرنامج ازاي الكلام ده يتعمل واقع او ازاي يطلع على الواقع. يمكن المسؤولين بيتكلموا خلاص لكن المسؤولين بيقولوا على الشاشات وخلاص لا اتضح ان الكلام مش كلام مرسل الكلام ناتج عمل في خلية نحل وفي عمل شغال داخل وزارة الزراعة وقطاعات وزارة الزراعة عشان تنفيذ هذا الامر ويعتبر مشاريع قومية مش مشروع واحد قومي مشاريع قومية في الانتاج الحيواني وتحسين السلالات وده اللي قادنا في النهاية ان احنا مع البحث والفحص
نبحث على مين الشخص اللي ممكن يفيدنا في هذا الملف ويكون المسؤول الأول في تحسين السلالات للإنتاج الحيواني في مصر، وعلميا وعمليا. بعد البحث اتجهنا لمركز البحوث الزراعية، ففي معهد من ضمن المعاهد متخصص في تحسين السلالات تابع للمركز، مركز البحوث الزراعية وزارة الزراعة، وهو معهد بحوث التناسلات الحيوانية. النهاردة هيكون ضيفنا وضيفكم شخص مهم جدا، مسؤول مهم جدا، خبرة علمية فذة بسم الله ما شاء الله. أنا قبل الحوار لما تحاورت معاه سعدت جدا وانبسطت إن في علماء داخل مصر عندهم إمكانيات وقدرات لترسيخ مبدأ العلم وتنفيذه على أرض الواقع ليكون عملي ويخدم الوطن ويخدم أهالينا الثروة الحيوانية والمنتجين والمربيين والفلاحين. كل دي خدمة وطنية بيقدمها مركز البحوث الزراعية متمثل في معهده. هيكون النهاردة ضيفنا وضيفكم العزيز الأستاذ دكتور مصطفى سعيد فاضل، مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية وزارة الزراعة. أهلا بك يا فندم، ضيف عزيز علينا إن شاء الله. أهلا بحضرتك. نتمنى إن احنا يعني النهاردة ما نكونش هنثقل عليك في الأسئلة، لكن يهمنا أولا إن احنا طبعا من خلال مباحثنا في وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية لقينا المعهد متخصص في التناسليات أو بحث التناسليات وتحسين السلالات والإنتاج الحيواني في شتى الطرق، بالضبط بحث علمي عن التناسل في الحيوانات وتحسين السلالات. لو احنا عايزين نتكلم دور المعهد ويعني ايه معهد بحوث التناسليات الحيوانية. تمام، اسمح لي الأول أرحب بحضرتك في المعهد وأشكرك على أنك بحثت وسألت ودلوك على المكان الصح اللي هو بيشتغل في التخصص دوت، وأشكرك مرة تانية على المقدمة الكبيرة اللي نتمنى إن شاء الله نكون أدها إن شاء الله أدها بإذن الله. المعهد ده زي ما حضرتك قلت هو معهد متخصص في تناسليات الحيوان وبالتحديد تناسليات حيوان المزرعة. وإحنا لما نتكلم على تناسليات يعني معنى كده إن الحيوان ده ينتج عجل كل سنة، وأوتوماتيكالي بعد ما ينتج العجل هينتج لبن موسم يتجدد كل سنة. طيب دي النقطة الأولانية اللي هي الحيوان يولد مرة كل سنة عجل سليم صحته كويسة، ثم بعد كده يبتدي يحلب لبن كل سنة يجدد الموسم بتاعه. الحاجة التانية بقى اللي احنا زودناها ان العجل ده او العجلة دي اللي تتولد تكون احسن من امها، او هو يكون احسن من امه واحسن من ابوه. احسن في ايه؟ احسن في كمية اللبن اللي بينتجها، لو بنتكلم على عجلة انثى، احسن في جودة اللبن من ناحية البروتين، من ناحية الدهن، من ناحية الأجسام اللي هي العد البكتيري أو البكتيريا اللي موجودة فيه، يعني معنى كده أن صحة الضرع ده كويس. أحسن كمان في عدد المواسم. عدد المواسم يعني إيه؟ يعني بدل ما العجلة اللي تتولد دي تقعد سنة أو اتنين وبعد كده ما تنفعش تعشر تاني ونفرزها، لا تقعد 5 سنين تولد، 10 سنين تولد. كل ما طولت في عدد المواسم وكل ما كانت المواسم أحسن موسم من اللي قبله واللي قبل اللي قبله، معنى كده ان الحيوان ده بيكسب صاحب الحيوان او الفلاح. طب الفلاح ده لما يكسب اوتوماتيك الدوله كلها تكسب. فكان هم المعهد الاساسي ودوره بعد ما يحسن تناسلات الحيوان ويخليه صالح للانجاب كل سنه ينتج حيوان مميز، عجل مميز. فقلنا نبتدي بحاجه اسمها خلط سلالات. السلاله المحليه مميزاتها ايه؟ نمره واحد انها بتتحمل درجات الحراره العاليه، الرطوبه اللي موجوده، البيئة المصرية فيها دبان، فيها ناموس في بعض الأوقات من السنة، فيها رطوبة عالية، وأهم من ده وده طبيعة الأكل. إحنا عندنا الأكل مثلا برسيم، جريس، قش رز، قش قصب، فالحيوان تأقلم على ده وبدأ يتأقلم من ناحية إن هو يتكيف من النوع الغذاء، ثم تأقلم مع الأمراض اللي موجودة. بقي له حاجة واحدة بس، إن إنتاجه القليل في اللبن يبتدي يزيد، فرحنا خلطينه بسلالات إنتاجها عالي زي البقر الهولشتاين، زي البقر البراون، زي البقر الترانتيز، زي البقر الأباندانس. ده بقر موجود في أوروبا. من مميزاته الناس الأوروبيين عملوا عليه أبحاث بقى لها أكتر من 100 سنة لحد ما وصلوه جينيا إنه ينتج لبن بالمواصفات دي وبالكميات دي. وما بقول جينيا يعني مش لعبه في جيناته، لا، ده هم بدأوا يحسنوا فيه. زي ما واحد مثلا لعيب سلة لازم يبقى طويل، فبياخدوا اللي هو فوق الاتنين متر يقول لك هو ده اللي هختار منه لعيب السلة. هم عملوا كده، البقر اللي انتاجه كويس كله جمعوه في مكان وبدأوا يكتروا منه ويحسنوا فيه. احنا مش هنخترع العجلة، من حيث انتهى الناس بدأنا.
هم عندهم سائل منوي كويس بتاع طلايق، من مميزاته ان بناته بتنتج لبن عالي، خدناه حطيناه على البقر بتاعنا. راعينا في الموضوع ده حاجتين، حجم المولود اللي هيتولد يتناسب مع حجم الام، ثم الجيل الاول من الخلط يتحمل الظروف المصريه وكميه الاكل اللي بتاكلها الحيوانات اللي عندنا، لانها مش الكميه الكبيره قوي. ده ببساطه دور المعهد. طيب احنا معهدنا عباره عن ايه؟ معهد طبعا صرح كبير، فيه اكتر، فيه 6 اقسام، فيه 3 وحدات، بيخدم كل نشاطات تحسين الثروه الحيوانيه تناسليا ثم تحسينها انتاجيا. لو انا هتكلم عن الاقسام كاقسام، انت حضرتك قلت 6 وحدات، 6 اقسام و3 وحدات. لو انا هتكلم عن كل وحده دورها، وليكن في سطرين، دور كل وحده ودور كل قسم بيتمثل في ايه عشان نقول المعهد عند حضرتك قائم على اسس 1 2 3 6 وال3 وحدات 1 2 3؟ الاول قسم اللي هو اصلا كان اسمه كان هو معمل تابع لمعهد بحوث صحه الحيوان، اللي هو قسم التلقيح الصناعي لعمداء الاجنه. يعني اتعمل ده اساسا عشان يبقى هدفه الاساسي انتاج سائل منوي مجمد محفوظ في نيتروجين يغطي احتياجات الجمهوريه كلها. وقتها ما كانش فيه غير المعمل ده. هو المنوط بيه ان هو ينتج سائل منوي للابقار، سائل منوي للجاموس، سائل منوي للاغنام والماعز. يبتدي الهيئه العامه للخيرات البيطريه تاخده توزعه على الوحدات، يتلقح بيه الابقار ويتلقح بيه الجاموس والاغنام والماعز. تمام. القسم ده كمان من ضمن انشطه، طبعا بقى فيه مراكز تانية لانتاج السائل المنوي موجوده في مصر غيرنا. يعني موجود 4 مراكز تانيين بتنتج سائل منوي تبع الهيئه العامه للخيرات البيطريه وتبع المشاريع اللي هو في العمريه، مركز تجميع وتجميل السائل المنوي في العمريه. تمام. ده تبع الوزاره مباشره. انما ما زال المعهد هو المنوط به من قبل الدوله، اللي هو يتابع نشاط هذه المعامل بتاعه انتاج السائل المنوي من حيث جوده المنتج اللي هو الجرعه بتاعه السائل المنوي، ثم كمان اختيار الطلائق اللي بتتجمع منها. يعني المعهد ليه دور انه يقول والله الطلوقه ده ينفع يتجمع منه عشان يودي سائل منوي لمحافظات الصعيد، الطلوقه ده مثلا ينفع يتجمع منه عشان محافظات وجه بحري، وهكذا. يبقى يعني المعهد عنده صلاحيه من طبعاً الوزاره ان هو يصدر ريبورت على كل مكان اللي بيختص بصدور السائل المنوي. صح، مع الوزير كلفنا رسمي السنه اللي فاتت ان احنا نمر، وبناء على التكليف ده بدانا نمر كل شهرين بنمر على مركز اختبارات علميه. شوف التصنيع ده ماشي ازاي. دي صناعه يا فندم، يعني هو ياخد جرعه سائل منوي من الطلوقه فريش درجه حرارتها 37 ينزلها ل5 في وقت، وبعدين يجي ينزلها لمي ناقص 176 عشان تتخزن، وبعدين قبل ده كله بتمر بمراحل تخفيف ثم تعبئه في استروهات. الصناعه دي كلها المعهد ليه دور في انه ينشئها، يتعلمها الناس، تعمل فيها ابحاث علميه متطوره جدا، المخففات بتاعتها تبتدي تجربها مره واثنين وثلاثه، بما يضمن ان السائل المنوي اللي خده من الطلوقه ده لما يجمده ويحفظه عند ناقص 176 ويرجع يرجع يسخنه تاني ل 37 عشان يلقح بيه البقره، ما يكونش حصل اختلاف في حيويته ولا مات منه جزء كبير ولا حصل فيه تشوهات وخلافه. تمام. من المنطلق ده معالي الوزير اناط لينا احنا كمعهد ان احنا نبتدي نزور كل المراكز الـ4 دول، ونبتدي نتكلم معاهم لو في اي ملاحظات نقولها لهم. بناخد السائل المنوي اللي هم بينتجوه ساعات نشيك عليه، نديهم اي نصايح احنا شايفينها تحسن جوده المنتج بتاعهم، ومعاهم رجل برجل عن طريق هذا القسم من اول اختيار الطلوقه وحطه في المركز. تمام. ده القسم الاولاني. القسم ده كمان طور شغله لحاجه اسمها نقل الاجنه، اللي هو ده التطور الطبيعي للتحسين الوراثي. انت عايز تحسن وراثي الحيواناتك المحليه، تجيب لها سائل منوي كويس على السلالات المحليه يقوم يحسن المنتج اللي مولود، بس نسبه التحسين هنا 50%. لما اجي اشتغل على اللي اتولد وادي له كمان سائل منوي كويس، بقت نسبه التحسين 75، وبعدين تبقى 83، وبعدين تاخد 5 6 سنين على ما توصل لثبات صفه بنسبة تحسين فوق 90%. في 5 أو 6 سنين. مش أقل من كده. تشتغل على نفس الجيل، ثم الجيل الثاني، ثم الجيل الثالث، الرابع، بعد الجيل الرابع اللي هو بياخد حوالي 5 سنين، تبقى أنت كده وصلت التحسين فوق 90%. تمام. طب في طريقة أسرع من كده؟ في القسم ده برضه بيقوم بيها، اللي هي نقل الأجنة. أنا ممكن بقى أجيب أم سوبر في الإنتاج وأب سوبر في الإنتاج، أخد منهم جنين في المعمل، والجنين ده أقوم زرعه في حيوان، الحيوان ده يبقى وعاء ليه شايله، ملوش أي علاقة بيه، مش هيورثه حاجة. يوم المولود اللي هيطلع نسبة التحسين فيه 100% من أول مرة.
هل البحث ده يعني موجود. هل فعلا ده بيتعمل عملي عندنا؟ يا فندم موجود موجود. حاجه انجاز موجود. هو عيبه الوحيد بس ان هو محتاج تكلفه شويه ومحتاج خبرات عاليه من الناس ومحتاج تجهيز معامل، انما من جهه بيتعمل على مستوى يعني المزارع حتى الكبيره اللي هي تقدر تدفع ثمن المعمل وتدفع ثمن الادويه اللي بتيجي والمحاليل اللي بنستخدمها في الشغل ده. تمام. يبقى اذا انا مش عايز اقول لك كمان ان المعمل ده تطور لدرجه انه ممكن يعمل استنساخ بعد كده. يعني احنا جبنا فيه جهاز اسمه جهاز الحقن المجهري. بدل ما هو بينتج جنين داخل الام او في المعمل في حضانه، بدا كمان يحقن حيوان منه في بويضه. معمليا. فانت كده ممكن تاخد بويضات 100 بويضه 500 بويضه من الحيوان، والحيوانات المنويه اللي عندك عايزها تلقحها بيها تلقحها في المعمل، يا اما تخزنها وقت التلقيح تنقلها كجنين او تنقلها وهي لسه فريش لحيوانات تانية. فده كمان تطور في حاجه اسمها التكنولوجيا الحديثه في مجال التكاثر، اللي هو ابتدى بالتلقيح الصناعي زمان من السبعينات، ثم بدأ بالأجنة تمانينات تسعينات، ثم بدأ بالتلقيح والإخصاب المجهري في نفس التوقيت تقريبا، وبعدين العالم كله ده بيشتغل في الكلوننج، حتى من خلية جسدية مش من حيوان منوي بويضة يطلع جنين من حيوان طالما الحيوان ده كويس. ده يعتبر مصطلح الاستنساخ. ده الاستنساخ. احنا مش هنقول لك احنا هنعمله، بس احنا عندنا ناس بتعمل بحوث فيه وشغالة فيه، عشان وقت ما يطلب ده كشغل لأنواع من الحيوانات خاصة الحيوانات اللي هتنقرض، نقدر احنا نشتغل على هذا الموضوع ويبقى عندنا الكوادر اللي متدربه عليه والاجهزه اللي ممكن ساعه جد تشتغل في كنترول على المجال ده. طبعا. انجاز. ما كانش يعني انا اول مره حضرتك تسمع. انا يعني بغطي الزراعه او بشتغل شغل زراعي، او يعني بعتبر نفسي ان انا بفهم في الزراعه، اول مره اعرف ان مصر فيها الكلام ده. فيها الكلام صراحه. بسم الله ما شاء الله. انجاز بامانه. داخل معهد من ضمن معاهد مركز البحوث الزراعيه وزاره الزراعه. يعني احنا كان عندنا وفد من احدى الدول الافريقيه بيزور المعهد في زياره رسميه للوزاره من اسبوع. من الحاجات اللي اسعدتنا جدا، هم قعدوا يومين عندنا في المعهد، زاروا كل الاقسام والمعامل، قالوا لنا احنا شفنا اجهزه زي اللي موجوده في اوروبا، وشفنا خبرات وكفاءات زي اللي موجوده في اوروبا. وده كلام مش مبالغه، ده كلام حقيقي في المكان ده. يبقى القسم الكبير قوي ده اسمه قسم التلقيح الصناعي ونقل الاجنه، ودخله الاخصاب المجهري بكل تخصصاته. تمام. عندنا قسم تاني يليه في الاهميه اسمه قسم الامراض التناسليه. ده خاص بتشخيص كل الامراض اللي بتاثر على تناسليات الحيوان، سواء كان ابقار، جاموس، اغنام، ماعز، جمال، خيول، جمال، كل الحيوانات اللي موجوده في مصر. ازاي يعمل لها تشخيص الامراض دي، سواء كان امراض فيروسيه او امراض بكتيريه او امراض فطريه، وازاي كمان يدي لكم تعليمات بالسيطره عليها، ازاي تتخلص من المرض. على المرض ده نفسه. هل بتحصين، هل باستبدال طريقه تلقيح طبيعي بتلقيح صناعي، هل باعدام بعض عينات سائل المنوي لو هي شايله المرض، كل الحاجات دي من اوضه قضاء المرض ده، لان المرض ده خطورته ان هو ممكن يخلي الحيوان يجهض او ما يعشرش من اصله. تمام. فانت بتبقى صرفت وكلفت ولقحت ومفيش اخصاب، مفيش نتيجه. طب مفيش نتيجه ليه؟ ممكن يكون سبب مرض الفلاني. ده حل بيكون لو حل لصاحب المشكله بسرعه وبدقه ونفس الوقت خد اكشن او قرار، الدنيا بتتقلب تماما. بدل ما بيبقى الاخصاب معدله 1% و2%، بعد ما نحل المشكله دي بيبقى 30% او 35%. انجاز برضه. قرارات كبيره. انجاز برضه في وقت قياسي. وتوفر مصاريف مهوله. القسم ده كمان معني بالكشف على حيوانات الوارده لمصر. يعني المحاجر كل شغلها احنا الامراض التناسليه اللي بتيجي، سواء كان مع عجول الذكوره اللي هتتذبح او عجلات الاناث اللي هتتربى جايه من اوروبا او جايه من شمال او من امريكا اللاتينيه او من افريقيا. احنا مع زمايلنا في معهد صحه الحيوان لينا الامراض الخاصه بالتناسليات اللي المعهد بيكشف عليها وبيدي شهاده ان الحيوان ده فعلا ما فيهوش المرض ده، او لو فيه ايه الاجراء اللي يتخذ معاه. تمام. كمان القسم ده عنده دور تاني بقى مهم قوي، اللي هو الكشف على الامراض اللي بتتنقل عن طريق السائل المنوي المستورد. احنا بنتكلم تحسين وراثي وعايزين حيوانات، عايزين سائل منوي صفاته كويسه. طب ايه اللي يضمن ان السائل المنوي اللي جاي ده ما فيش فيه مرض يتنقل لحيواناتنا؟ صح طبعا. زي اللسان الازرق، زي اسهال المعدي، زي امراض كثيره جدا ممكن السائل المنوي ينقلها. فاحنا برضو بنشترط ان اللي جاي ما يكونش فيه الامراض ده، والطلائق اللي هيتجمع منها عشان تيجي مصر ما يكونش فيها الامراض دي. ثم كمان السائل المنوي اللي بيجي ده بناخده نكشف عليه في المعامل دي.
هل في الميكروب ده ولا لا؟ لو في السائل المنوي ده بيترفض تماما، لو ما فيهوش بندي افراج عنه ويبتدي ينزل السوق يتداول. تمام. القسم ده زي ما انا قلت لحضرتك هو حامي الحيوانات بتاعتنا من جميع الامراض، سواء كانت اللي بتسبب نقص خصوبه يعني ما يعشرش الحيوان، او بتسبب اجهاض، او تتنقل نتيجه التلقيح. تمام. القسم اللي بعديه اسمه قسم امراض الضرع والنتاج. الحيوان خلاص عشر وما عندوش مشاكل وبعدين ولد، طيب ولد ده يعني لازم ينتج لبن ولازم العجل بتاعه يبقى صحته كويسه. العجول عندها من اول ما تتولد لحد ما تتفطم مشكلتين اساسيين ممكن يموتوه، ممكن يخلي العجول في مكان ما، مزرعه او قريه او محافظه، نسبه النفوء فيها 80% ممكن تبقى 2% او 1% ومقبوله. المرضين دول الالتهاب الرئوي والمرض الثاني الاسهال. تمام. زي الاطفال كده، لو جاء العجل اسهال ولم يعالج مظبوط هيموت. ولو جاء التهاب رئوي وتمكن من الرئتين بتوعه مش هيجزي معاه اي علاج. فاحنا بنعمل ايه؟ الناس عامله برامج ازاي ياخد السرسوب، الناس اللي باحثين في المجال ده. وازاي السرسوب ده يبقى من ام متحصنه عشان ينزل له اجسام مناعيه في السرسوب، العجل لما يرضعها ما يجيلوش الاسهال من اصله. ياخد مناعه. ياخد مناعه بالظبط. فهو بيهتم بالام وهي قبل ما تولد تاخد تحصينات معينه، التحصينات دي تنزل في اللبن، يقوم العجل لما يرضع اللبن ده ياخد اجسام مناعيه تقيه من امراض الجهاز التنفسي وامراض الاسهال المعوي. تمام. كمان الجزء الثاني اللي قايم عليه القسم ده، قسم الضرع والنتاج، هو صحه الضرع او المصنع اللي بينتج لبن. انا بتكلم على تحسين، يعني بدل ما البقر هتجيب 2 كيلو هتجيب 20 كيلو. تمام. وفي بقر في مصر بياكل من الاكل المزارع ومن الاكل المحلي وبيجيب في البيك بتاعه يعني لما يبقى اعلى كميه انتاج 70 كيلو. هو ده انا يعني الحته دي بالذات كانت لفتت انتباهي. طبعا مصر كلها سمعت سياده الرئيس وهو بيتكلم في الحته دي بالذات، في ازاي بتنتج بنفس المعدل من الغذاء، او زودت الغذاء شويه لكن معدل الانتاج من راس الماشيه لبن بيزيد. الحته دي هتطرق فيها في المشروعات القوميه، دور المعهد في المشروعات القوميه، لكن انا عايز حابب اكمل معاك ادوار الاقسام. حلو. انا هقول لحضرتك برضو اجابه النقطه دي بمنتهى السهوله. تمام. دلوقتي الحيوان ده عشان ينتج 50 60 كيلو لبن محتاج حاجتين، محتاج جينات موجوده فيه او ماده وراثيه بتخليه ينتج ده. زي الجين اللي بقول لك بيخلي الانسان يبقى طويل او قصير او اسمر او ابيض. ده الجين لازم يبقى موجود. ثم المتطلبات اللي الجين ده عايزها عشان يصنع الكميه دي، سواء بقى اكل، عدم وجود امراض سواء طفيليه داخليه او خارجيه، وبعض الفيتامينات والحاجات اللي عليقه متكامله، ياكل عليقه متكامله تنتج الكميه دي. طبعا الكميه هتختلف. هتختلف من ناحيه ايه؟ مش معقوله اللي بينتج 70 كيلو هتكون احتياجاته زي اللي بينتج الغذائيه، احتياجاته الغذائيه زي اللي بينتج 5 كيلو. طب احنا محتاجين ايه؟ احنا محتاجين سلاله ما تاخدش الكميه الكبيره قوي قوي من الاكل دي اللي هي مش هيقدر عليها الفلاح، وفي نفس الوقت تنتج رقم قريب من الرقم ده اللي هو احنا بنتكلم في 20 22 18. هياكل اكل قريب من اكل مصر اللي هو بيخليه، بس بدل ما البقره دي جينيتك بوتنشال او الجينات بتاعتها ما تقدرش تجيب اكتر من ال 2 3 كيلو، لا انا هدي الاكل ده البقره جيناتها بتجيب ال 20 كيلو فهتجيب ال 20 كيلو. كله تحسين سلالات. كله تحسين سلاله، زي بالظبط العربيه اللي موتورها يمشيها 200 كيلو عمرها ما هتقارن بعربيه موتورها يمشيها 10 100 كيلو او 50 كيلو. لازم يكون في امكانيات في الحيوان، الامكانيات دي عباره عن جينات. هي اللي بتقول والله ده لو اهتميت بيه بالطريقه الفلانيه في الاكل هجيب الكميه دي من اللبن. تمام. القسم الاخر. القسم اللي بعديه اسمه قسم الامراض الباثولوجي او باثولوجيا التكاثر. القسم ده بيساهم مع بقيه الاقسام زي قسم الامراض التناسليه وزي قسم التلقيح الصناعي في تشخيص الامراض. بيعني بان هو يجي الحيوان اللي حصل له مشكله مرضيه معينه يبتدي هو يشوف المشكله دي اثرت على الانسجه المختلفه بتاعت جسمه ازاي، وخاصه الجهاز التناسلي. المبايض اتاثر فيها ايه؟ الرحم اتاثر فيه ايه؟ النسيج بتاعه عمل فيه ايه؟ الخصيتين اللي بينتجوا السائل المنوي في الطلوع حصل فيهم ايه من المرض ده؟ وبالتالي يبتدي الناس اللي بتشتغل على التحسين تتدارك هذا الكلام. تمام. عندنا قسم كمان اسمه قسم بيولوجيا التكاثر، وده قسم خاص بقياس هرمونات الاناث والذكور وتحديد مواعيد التلقيح بالنسبه للحيوانات اثناء دوره الشبق الطبيعيه، ايه اللي بيتغير في الحيوان من ناحيه الهرمونات اللي موجوده فيه، ايه اللي بيتغير من التركيب اللي موجوده على المبيض، ايه اللي بيتغير في شكل الرحم، كل دي حاجات زي الوضع الطبيعي الامثل
للحيوان عشان يؤدي اداء تناسلي مظبوط يمشي ازاي. هو ده اللي بيشغلنا في اتجاه حل المشاكل. اي انحراف عن الوضع الامثل سواء كان في هرمونات او في اشكال تراكيب على مبيض او اشكال تراكيب على في الرحم نبتدي نتعامل معاها ازاي نرجعها للوضع الطبيعي. طب لو جينا بقى للوحدات، حضرتك قلت ان فاضل لنا ثلاث وحدات. ايه دور الوحدات دي، ايه ومسمياتها واختصاصها؟ الوحدات دي طبعا مواكبه للتخصصات الحديثه، فبدانا ندخل وحدات كانت في الاصل تبع اقسام، عباره عن معمل في قسم بيشتغل على نقطه معينه. مع الوقت وجدنا النقطه دي بقت فرع كبير، وفي نفس الوقت بقت مستوى الخدمه اللي بتقدمها جوه المعهد في البحث العلمي وبره المعهد في خدمه المواطنين والمستفيدين كبرت، بقى لها دور مهم، بقى لها دور كبير زيها زي القسم ما تقلش عنه. فقلنا لائحه انشاء القسم بتاخد وقت طويل، فنبتدي بيها كوحده مركزيه تابعه لاداره المعهد. تمام. عشان كده عملنا ثلاث وحدات، وحده الاشعه التشخيصيه والمناظير دي خاصه باستخدام كل التكنولوجيا الحديثه في التشخيص، سواء كان موجات فوق صوتيه او كان عباره عن مناظير تستخدم لتشخيص مشاكل تناسليه او مساعده في تحسين اداء تناسل الحيوان، اتحط في القسم ده في الوحده. تمام. دي اسمها وحده الاشعه التشخيصيه والمناظير. فيها جهاز الترا موجات فوق صوتيه من احدث ما يمكن، اكتر من جهاز، جهاز ممكن يسافر الحقل وزنه حوالي 2 كيلو، ممكن يتحط في القطر، ممكن عربيه تشيله تروح بيه الصعيد، تروح بيه وجه بحري. غرضه الاساسي يكشف الحمل المبكر، المشاكل التناسليه الموجوده في الحيوان، يدي تقرير وهو واقف هيتعامل معاه ازاي، او قرار مهم جدا اهم من انه يتعامل ازاي، الحيوان ده لا يصلح لانه يخلف، ريح دماغك ما تصرفش عليه، سمنه واذبحه احسن. ده كمان قرار ما يقلش اهميه عن اعاده تعشيره. طبعا. لان انت لو انا اديتك امل في الحيوان ده انه ممكن يتعشر، هتصرف عليه ياكل وادويه فلوس ويشرب وادويه وفلوس وتلقيح ولا او تلقيح ولا، وفي النهايه اقول لك لا ده خلاص مش نافع بعد سنه. استنزف موارد منك. الناس بره كانت معذوره انها تاخد القرار ده بمنتهى القوه وفي وقته، لان وسائل التشخيص اللي كانت في ايده قليله. بيفحص بايديه، بيسمع شويه حاجات بسيطه، بيعمل بالبيشن بسيط، اعتمد على خبره الدكتور البيطري اللي ادينا له جهاز وراه اللي جوه الحيوان ايه. فبقى ياخد القرار وهو واقف، لا اذبح ده. ده كمان قرار يساوي كتير طبعا طبعا اقتصاديا للفلاح وللمستفيد طبعا. زودناه كمان بحاجات تساهم برضو في شغل نقل الاجنه، عن طريق الاجهزه دي ممكن يعمل سحب لبويضات من انثى مميزه، ياخدها المعمل بتاع الاخصاب المجهري او تلقيح او معمل نقل الاجنه، يعمل معاها تحضين مع الحيوان المنوي او حقن بحيوان منوي، يطلع منها جنين. فبقى يشارك مشاركه ايجابيه مع قسم مهم جدا هو قسم التلقيح الصناعي ونقل الاجنه في الحصول على اجنه ذات جوده عاليه من حيوانات موجوده في مصر. تمام. كمان ليه دور في عمليه التلقيح الصناعي في الاغنام، ده كمان ما كانش بيحصل كتير في مصر. المعهد هنا من اوائل الناس اللي اشتغلت فيه واللي عملت نشر التكنولوجيا دي باستخدام المناظير. انك انت تنقل الحيوان المنوي من السترو بتاعه، تحط جوه الرحم باستخدام المنظار في اقل من نص من 20 دقيقه. يبقى الغنم اتلقحت بنسبه اخصاب عاليه. واحنا تقريبا شفنا الاجهزه دي واحنا بنمر مع حضرتك قبل الحوار. التلقيح والاجهزه، وان فعلا الدكاتره الاطباء البيطريين كانوا شغالين في حاجه زي كده، بس انا طبعا عشان قبل الحوار كان لازم استفيد من المعلومات دي تفصيليا منك. التلقيح في الاغنام معروف، بتجيب كبش تحطه مع النتايات، ولازم تجيب لكل 30 40 انثى لازم يبقى معاها كبش. وبعد شويه لازم تمشيه عشان ما يلقحش بناته، فيحصل حاجه اسمها امبريدنج او او حاجه اسمها زي تشوه الاجنه كده داخلي. فيبتدي الصفات تقل. فده تكلفه كبيره. احنا بقى ممكن نجمع سائل منوي، نجيب سائل منوي من اسوان يتلقح بيه حيوانات في مرسى مطروح او العكس. طيب التقنيه دي عايزه ايه؟ عايزه حد يعرف يلقح. التلقيح باستخدام القسطره وعن طريق المهبل زي البقر وزي الخيل صعب في الغنم. لازم تخش عن طريق البطن بالمنظار تحقن في الرحم، والطريقه اللي بيتعود عليها واللي بيجدها بيعملها في وقت قياسي بمنتهى السهوله، ونتائجها اعلى بكتير في الاخصاء. اشترط الخبره طبعا في الخبره والاجهزه. الوحده الثانيه اسمها وحده المناعه، ودي بتقيس مدى مناعه الحيوان على مدار فترات انتاج المختلفه، سواء كان مثلا الحيوان بيحلب، عش، جاف وخلافه، عجول. ليها دور مهم قوي كمان في تقييم مدى استعداد الحيوان مناعيا للتحصينات. يعني احنا عندنا تحصين، هل التحصين ده فعال ولا لا؟
كلمة فعال يعني أنتج أجسام مناعية في الدم، بالتالي تصد المرض لما العجل ده يصاب. هو الوحدة دي من ضمن الوحدات المسؤولة عن قياس مستوى مناعة الحيوانات في توقيتات التلقيح، بعد كام يوم من التلقيح المناعة دي بتبتدي تعلى أو المناعة دي ما استجابتش أصلا، وبالتالي التحصين ما هوش فعال. تمام. طبعا دي وحدة مهمة جدا، طبعاً ليها كمان دور في شغل السباقات بتاعت الخيول، يمكن حضرتك أول مرة تسمع الكلام ده برضه. يعني احنا معهدنا من المعاهد اللي دخل تناسليات الخيل، ثم كمان حاجات تابعة لتناسليات الخيل زي نقل الأجنة والتلقيح الصناعي وزي فحص الأوتار بتاعت الخيل السبق داخل تخصصات المعهد وبقت ضمن خطط المعهد البحثية، من أكتر خطة من أساسية في المعهد محطوطة. بحثية والجمال نفس القصه. والخيول كانت في فتره من الزمن داخل مصر، صناعه الخيول هما بيسموها دلوقتي، خاصه اهتمت بيها وزاره الزراعه والدوله اهتمت بالمشروع بتاع تطوير الخيول مرابط مصر بدانا يعني بقى في سباق خيول، ودلوقتي بقى في شغل اقتصادي في الخيول. تفتكر ان صناعه الخيول في مصر والحفاظ عليها تعتبر بعد كده هتبقى مشروع قومي وتدر داخل لمصر كويس؟ هترجع ان شاء الله. طبعا حضرتك طبعا يعني ايديك في 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 الموضوع من زمان، لان انا عارف ان تخصص حضرتك تقريبا في الخيول، في الخيول كطبيب بيطري تناسليات الخيول كمان. تناسليات الخيول كمان. فطبعا يعني لكن في دول اوروبيه ودول عربيه بتستثمر هذا وتكسب. حقيقي. انا اتمنى ان طبعا حضرتك تفيدنا في الحته دي، ان فعلا هل في مصر حاليا ان شاء الله هتبدأ تهتم بالخيول ونبدأ بعد كده يبقى عامل أساسي في الاقتصاد المصري؟ طبعا احنا ان شاء الله هنعمل، ممكن نعمل مع بعض حلقة مستفيضة عن الكلام ده، لكن من جهة الصناعة دي هتزدهر، هي بالفعل بدأت وبدأت تاخد خطوات مهولة ناحية تطوير الصناعة دي من في أكتر من محور، أهمهم محور المحاجر اللي هي هتستقبل وتصدر الخيل لبره. بقى عندنا محاجر تملكها الدولة على أعلى مستوى لا تقل في مستواها من ناحية الإمكانيات والنظافة والسعة واستيعاب الخيول عن أكبر دول أوروبية. المحور الثاني شغل التلقيح الصناعي ونقل الأجنة والإخصاب المجهري بقى برضو موجود داخل الدولة، أماكن على أعلى مستوى بتشتغل في النقطة دي، والمعهد ليه دور قوي جدا جدا في تمشيط وإتمام الشغل ده. المحور الثالث لا يقل أهمية هو نقل الصناعة دي كلها لكيان متكامل بيشمل كل ما هو متعلق بالصناعة دي، سواء كان المحطة الكبيرة اللي بتملكها الدولة يعني محطة الزهراء أو المزارع الخاصة أو المحجر الأساسي أو المستشفى البيطري بتاعة الخيول أو الأماكن بتاعة السباقات وأماكن بتاع العرض سواء كان خيل الجمال أو خيل السبع. تمام. الملف التصدير بدين فيه بقوة أن الخيل دي تتصدر برة. بعض الإجراءات الخاصة بالحجر والأمراض خلاص في سبيلها أنها تنتهي، وما بقاش فيه أي نوع من أنواع الحظر على تصدير الخيل من مصر إلى أي دولة أوروبية أو خليج. الحاجة كمان المهمة جدا هنا في مصر بالنسبة للخيل العربي، يعني الخيل العربي المصري او اللي بيسموه ستريت ايجيبشن هورسز دي خيل مرغوبه في العالم كله وموجوده في مصر فقط لا غير. الخيل المصري مرغوب في العالم كله. كله، الناس تيجي تدور عليها من كل حته، بتشوفها على الانترنت، بتشوفها على البديجريهات اللي بتتنشر وتيجي تسال عليها وتقتنيها او تقتني ولادها. بحكم يعني طبعا يعني احنا طبعا لسه ما كملناش الوحده الاخيره من المعهد، بس ملف الخيول ده يعني كنا زمان في العصور مش عايز اقول القديمه، بس هو يعتبر من زمان مصر كانت منبع خيول وما زالت بس ما عدناش حاسين بانها اقتصاديا لناس مربعين، يعني بعض المربين وبعض الناس اللي بترغب الخيول وتهواهم بيرغبوهم ويهوهم كحب في الاقتناء والوجاهه كانت يعني، لكن في فترات من الزمن كانت تعتبر مصدر دخل اساسي لبعض البشوات والبكوات. رجع تاني ان شاء الله الصناعه دي هترجع بقوه وهتستثمر في الاقتصاد المصري اللي ده يعني عامل اساسي من الاقتصاد المصري في الفترات القادمه ان شاء الله. انا عايز اقول لك ان من الحاجات القليله في الحيوانات الحيه اللي مصر بتصدرها الخيول. يعني احنا مثلا ما بنصدرش ابقار، ممكن نكون مصدر منتجات حيوانيه او داجنه،
يعني. لكن الحيوان الصاحي اللي احنا بنصدره هو الحصان. والله انت ادتنا امل والله، والله ان شاء ادتنا الله امل والله. ان بسم شاء الله ما شاء الله الله، يعني باذن الله. نظره امل في والله في الخيول ومربي الخيول، والمفروض يعني مربي الخيول اللي يسمعوا الكلام ده ويبداوا يهتموا بالصناعه دي، وفعلا يعني يهتموا بالسلاله ويهتموا بالامراض ويهتموا بكل ما شيء من مربي الخيول. نتمنى ان انتم تبداوا تنهجوا نفس النهج بالتوازي مع مؤسسات الدوله، وخاصه معهد زي معهد بحوث التناسليه في مركز بحوث الزراعيه. اي استشارات، هم متبنيين الموضوع ده لو الملف ده. نكمل بقى يا فندم الوحده. لا بس هطمنك في موضوع الخيل، احنا برضو يعني معالي الوزير كلفنا رسمي ان احنا نبقى مستشارين لاكبر محطه بتنتج خيل عربي في مصر والشرق الاوسط ويمكن في العالم، اللي هي محطه الزهراء. فاحنا شريك اساسي معاهم فني وكامل الدعم من جميع الاقسام مع كل اطبائنا وزمايلنا في محطه زهراء لتربيه الخيول العربيه. كمان اي اجتماعات خاصه بتطوير صناعه الخيل، سواء بيحضرها مربين بيحضرها مسؤولين، احنا طرف اساسي فيه. المعهد اساسي اساسي فيه. في يا فندم حاجه كمان مهمه قوي متشكله، اللي هو حاجه اسمها مجلس الامناء لاداره الخيول، ده برئاسه معالي الوزير. المعهد احد افراد هذا المجلس. من ضمن الكوادر اللي في المعهد في المركز الأمنة ده. بالظبط كده. كويس جدا. مجلس الأمنة ده بياخد قرارات تطوير الصناعة ككل، وليه اجتماعات دورية، وفعلا بينظر لأي مشكلة، وفي اجتماعات طارئة بتتعمل لو في أي طلب لتحديث تطوير مساهمة في تطوير الصناعة، ده بياخد قرارات فورية وملزمة بتتنفذ على طول. كويس. كانت صناعة يعني كانت الخيول براند مصري، الحمد لله انها ان شاء الله تعود، يعني بارقه امل اديتها لنا الدكتور مصطفى بامانه. يعني انا سعيد بالمعلومه دي وبالخبر ده. شكلك بتحب الخيل. طبعا. لا زمان كنا بنتفرج على الابيض واسود، كان الباشا او المسؤول دايما في الخيل على حصان. يعني مربي الخيول دول كانوا يعتبروا هم الكريمه بتاعت المجتمع. صحيح. انت مربي خيول يبقى انت راجل مبدع فنان، يعني مش عارف الجمال. صحيح. الجمال. فطبعا لما مصر ترجع تاني تتحدث بهذا الملف وتستثمره في الاقتصاد، كويس جدا. طبعا طبعا اقتصادها كانت بدأت تندثر. صحيح. الصناعه كانت بدأت تندثر. في نفس الامر يعني لما تستثمر في مجال واثنين وثلاثه، خاصه زي الانتاج الحيواني، مش بس بنتكلم على مواشي والبان بقى ولحم عشان الاقتصاد وعشان المواطنين ياكلوا ويشربوا، لا ده انت بتتكلم بقى في كذا ملف. صحيح. الملف ده يقوم الاقتصاد شويه، الملف ده يدعم الاقتصاد شويه، فطبعا ده كده تبقى رؤيه مستقبليه كامله. صحيح. من جميع المحاور بتضم رفع الاقتصاد وعجله التنميه. نكمل بقى حضرتك اخر وحده اسمها وحدة التكنولوجيا الحيوية، ودي وحدة متخصصة جدا جدا من حيث الأجهزة ومن حيث الأفراد اللي بتشتغل فيها في التصنيف الدقيق لمسببات الأمراض. هي ممكن تعزل لك ميكروبات، تعزل لك فيروسات، كمان هي يعتبر احنا بنلجأ ليها كحكم نهائي في التأكد من المرض. زي ما قلت لحضرتك هما ثلاث وحدات يمثلوا ثلاث اقسام، ان لم يكن يتفوقوا كمان على اقسام. احنا ان شاء الله في سبيلنا ان احنا نعملهم اقسام مستقله، بحيث ان زي ما حضرتك عارف العلم بيبتدي حاجات عامه ثم حاجات تخصصيه، ثم التخصصيه دي لما تبتدي يتعمقوا فيها فتصبح هي كمان حاجات عامه توجد داخلها تخصصات. فاحنا غالبا بنبتدي نبحث في كل التخصصات الدقيقه ونكبر فيها، من اهميتها نبتدي نديها نفس الاهتمام من حيث الامكانيات، الاجهزه، امكانيات المعامل، زي ما حضرتك ممكن تبقى قسم، ممكن تبقى وحده، وهكذا. هو دايما من افضل دور واعظم دور للعلم والابحاث ان هو يخدم البشريه. طبعا ده كان يعني ديننا حسينا على كده، وكل الاديان السماويه حست ان ترسيخ مبدا البحث العلمي والعلم لخدمه البشريه. حقيقة. فطبعا حضرتك طبعا كل التطرقات او الوحدات وكل الاقسام من منطلق ان انت حضرتك بترسخ مبدا ان البحث العلمي بيخدم الحياه البشريه وخدمه المواطن وخدمه الانتاج الحيواني والثروه الحيوانيه في مصر. طبعا ده بيقودنا لان احنا اتكلمنا عن وحدات وابحاث وعلم، طب هل المعهد ليه دور كخطه بحثيه
تنفيذها على ارض الواقع عمليا في المشروعات القوميه اللي سياده الرئيس كل شويه يتكلم عنها وبيقول يا جماعه حاولوا تقوموا معايا. ما هو العلم النهارده لما تحسن سلاله ده علم صحيح. لما الفلاح يحس ان هو بيقدم 30 كيلو علف مثلا في اليوم للحيوان كان بينتج مثلا 10 كيلو لبن او 5 كيلو لبن يتحول ل 18 كيلو ولا 20 كيلو لبن، العلم تحول لحقيقه ومكسب. صح. البشريه بتحس بيه لما بيبقى اقتصاد، دايما العلم لما يتحول لاقتصاد وخطه وميزانيه ده يعتبر الاساس نجاح العلم. زي مريض السرطان لما البحث العلمي يكتشف علاج يعالج السرطان البشريه حست بيه والانسان حس بيه، هو ده ترسيخ مبدا استخدام العلم في مكانه الصحيح. هل المعهد دور في كل ما حضرتك ذكرته كعلميا وبحث علمي في المشاريع القوميه اللي حاليا بتقوم بها وزاره الزراعه وبتنميها وبتدعمها رئيس مجلس الوزراء وسياده الرئيس في المشروعات القوميه للنهضه الزراعيه داخل مصر؟ اكيد. انا هقول لحضرتك يعني انا في المعهد يعني مر عليا اكتر من اداره في اداره المعهد. المعهد ده من ضمن مميزاته ان هو كل البحث العلمي داخل اقسامه بنسبه كبيره جدا 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 مرتبط بحل مشاكل الحقل. واحنا مركزين صراحه، يمكن انا كنت وكيل معهد للبحوث وكنت احد الناس اللي مشاركه في صياغه الخطه البحثيه للمعهد. احنا هدفنا الاساسي نمره واحد وقايه الحيوانات اللي احنا بنتعامل معاها، حيوانات المزرعه او الخيول او الجمال، من الامراض التناسليه ما تجيلهاش او امراض تقلل خصوبتها او تمنع خصوبتها. نمره اتنين البحث العلمي اللي شغال بعد كده شغال على زياده انتاج وحده الحيوان سواء كان عدد ولادات او انتاج لبن او انتاج لحم. نمره ثلاثه تقليل تكلفه الانتاج ده. يعني ممكن كيلو اللبن يكلفني 5 جنيه لو قدرت اعمل تقنيه معينه عن طريق التغذيه عن طريق تحسين وراثي ان الكيلو ده يكلف 4 يبقى انا كده نجحت. نفس الحكايه بالنسبه للوقايه من المشاكل التناسليه، لو انا نجحت ان اخلي الحيوان ده، بنتكلم مثلا على بقره او جاموسه او فرس، تولد كل سنه، هي بتقعد فتره حمل مثلا البقره حوالي 280 يوم وتقعد بعد كده جفه حوالي مثلا 60 يوم، يبقى لو ولدت كل 13 شهر احسن ما تولد كل 14 شهر. طبعا خسائرك هتبقى اكبر غير لو ولدت كل 13 او 12 شهر ونص. تمام. هو ده تقريبا المحور الاساسي اللي الابحاث العلميه داخل المعهد بتقوم عليه. حل مشاكل داخليه لحيواناتنا احنا او زياده خصوبتها وبالتالي انتاجها من اللحم واللبن والعجول. كمان دور كمان مهم جدا هو اقلمه التقنيات الحديثه الاجنبيه على الوضع في مصر. بمعنى ايه؟ انا مثلا بره الراجل بيصرف على البقره عشان يعشرها مثلا 2000 جنيه او 1500 جنيه عشان تعشر، لو انا قدرت بامكانياتي ان انا اعشرها ب 1000 او 900 يبقى انا كسبان. حضرتك في بعض الحديث تطرقت لان من دور المعهد ان انت بتهتم بالانتاج الحيواني كتناسليات وتحسين سلالات وتحسين اصنافه وانتاج تعظيم الانتاج من نفس راس الماشيه. طب انت حضرتك هتخدم المجتمع، انت خلاص قلت انا عندي خطه وعندي ابحاث وعندي وحدات وعندي معامل، كل ده متاح للدوله كخطه استراتيجيه ومشروعات قوميه عشان تقول يا جماعه العلم اهو ازاي انفذه وازاي انا لما تقول لي انزل نفذ على ارض الواقع انا موجود وانا متاح. صح. النهارده كمستثمر زراعي، انا مش الدوله بقى، انا مش بعمل مشروع قومي دلوقتي، انا كمستثمر زراعي في الانتاج الحيواني او انتاج حيواني خيول اغنام ابقار جاموسي وعايز خدمه من المعهد، اعمل ايه عشان يعني مثلا عايز احسن سلاله مثلا انا مربي مواشي عندي مزرعه كبيره مستثمر مواشي وعايز احسن السلاله بتاعتي عشان اعظم الانتاج بتاعها، ايه النصيحه اللي تقولها لي او الرساله اللي تقولها لي عشان اعرف اخد خدمه من حضرتك كمعهد؟ اولا هو معظم المزارع في جمعيه مشهوره قوي اسمها جمعيه الانبا او جمعيه منتجي الالبان، سمعت عنها؟ طبعا. الجمعيه دي بيقع تحت مظلتها او بينضم ليها كل المزارع النظاميه اللي بتنتج لبن في مصر. تمام. وليها اشراف عليهم من ناحيه جوده المنتج النهائي وحاجات كتيره خاصه بكل زي ما بيقولوا ستاندرز اللي بتخليك ضامن ان اللبن ده يروح المصنع ما يترفضش. تمام. زي ما قلت لحضرتك احنا عندنا قسم اسمه قسم الضرع والنتاج، هو مسؤول عن اللبن ده جوده. بيعمل تحليل اللبن يقدر منه من التانك اللي انت حلبت منه اللبن ده يقول لك والله خلي بالك انت احتمال يزيد عندك معدلات التهاب الضرع.
او احتمال الحيوانات دي تبقى فيها عدد من البكتيريا عالي فاللبن بتاعك اترفض، اعمل اجراءات 1 2 3 في الاكل او 1 2 3 في المحلب او 1 2 3 في تخزين ونقل اللبن. تمام. نفس القصه في العجول، الناس دي كلها بالمناسبه تعرف المعهد كويس جدا، ولو بيحصل عندها اي مشكله تناسليه او في ضرع البقره او في العجول اللي هي بتتولد اول مكان بيفكروا فيه هنا. ده طب ده بالنسبه للمستثمرين الكبار، طب الفلاح الفقير او الغلبان او بتاع الريف دور المعهد بقى في خدمته ايه؟ انا النهارده مش بخاطب بس المستثمرين اللي هم بيستثمروا وبيعظموا الانتاج كمشروع قومي، انا هتكلم بقى على الفلاح البسيط اللي عنده راس راسين ثلاثه وعايز برضه يستفاد زي ما سياده الرئيس بيحب البسطاء وعمل لهم حياه كريمه في كل مناحي الحياه وطبعا منهم الانتاج الزراعي. صح. دور المعهد بقى لخدمه ابنائنا واخواتنا واهالينا في الريف اكبر كمان من القطاع الخاص. تمام. اقول لحضرتك ليه؟ المعهد ده كان من ضمن نشاطاته من يوم ما انشئ انه بيعمل حاجه اسمها قوافل بيطريه تجوب محافظات مصر كلها. هدفها ايه القوافل دي؟ تقديم الخدمه اللي الراجل اللي هو عنده مزرعه كبيره ومستثمر بيعرف يجيب الناس تعملها له بالمجان للناس دي هناك. بتروح اجهزه سونار وبتروح اجهزه تحاليل وبياخدوا عينات وبيفحصوا وبيعالجوا حالات زي بالظبط اللي بتعمل في مزرعه كبيره وبدون مقابل. تمام. ثم تطور الشغل القوافل ده في اخر 5 سنين الى انه بقى مشروع قومي المعهد مسؤول عنه. مشروع قومي احنا بناخد فلوس من الدوله من مركز بحوث زراعيه علشان نشتري احسن الادويه اللي تحسن تناسليات الحيوان، ناخد احدث الاجهزه اللي تروح تفحص حيواناته، ناخد احسن سلالات من السائل المنوي اللي لقح بيها حيواناته هناك، كل ده ببلاش. خدمه مجانيه. ببلاش. قوافل طبيه تقعد في المحافظه، تزور المحافظه مرتين في السنه، ده بقى نظامي دلوقتي، خاصه محافظات الصعيد وواجبها حالي كمان. بتقعد في المحافظه 6 ايام متتاليه، الدكاتره 5 دكاتره بايتين بالعربيه بتاعتهم، بيتحركوا كل يوم في قريه. من شروط القريه اللي نروحها يكون فيها تجمع ثروه حيوانيه كويس، ما يكونش فيها خدمات بيطريه على المستوى المطلوب. يبقى الناس دي محتاجه. فيها عجز بسيط. ما فيهاش وحده بطاريه. ما فيهاش وحده بطاريه. ما فيهاش دكاتره بتشتغل خالص. نبتدي احنا ننزل بمعاونه الهيئه العامه لخدمات البطاريه ومديريه الطب البيطري داخل كل محافظه، بنكون قبل ما بنطلع من هنا عارفين احنا رايحين للقريه الفلانيه يوم كذا والفلانيه يوم كذا ويوم كذا. طب حضرتك ده حاجه بقى اخر حاجه في دي، لان دي مهمه جدا. احنا كمان دخلنا بقى في من السنه اللي فاتت من اول سنه من النص الثاني من 2021 ان احنا نطلب من مديريات الطب البيطري داخل كل محافظه انها تورينا فين قرى حياه كريمه. بدانا نخشها دي برضه كانت بتاعت اشتغلتوا في المبادره بتاعت الرئاسيه حياه كريمه. عرضتوا ايه؟ عرضنا لمعالي الوزير ان احنا ناخد القرى حياه كريمه نشتغل فيها بما ان اصلا هي تم اختيارها عشان محتاجه تنميه. طبعا. فالتنميه مش بس المباني والطرق والترع تتبطل. طبعا. لا، محتاجه كمان تنميه الحيوانات. الانتاج عشان الفقير يكسب واهالينا المحدود الدخل يكسبوا في المزارع. هو الحقيقه اعجب بالفكره جدا ووصى بانها تبقى نمره واحد في المحافظات اللي روحها قرى حياه كريمه. كويس ان ومن ساعتها واحنا كده. كويس ان انتوا بقالكم دور قومي كمان في المشاريع القوميه كحياه كريمه، لان حياه كريمه مش بس زي ما حضرتك قلت بنيه تحتيه وانشاء تنميه شامله. تنميه شامله. بالزبط. كويس جدا. طب لو انا عايز النهارده هضيف لحضرتك بس اخر حاجه، انا عارف الموضوع ده يعني مهم. احنا بقى القافله دي هي بتروح تعمل زي ما قلت حضرتك كده اي تنميه للثروه الحيوانيه في القريه. تمام. رافع مستوى الدكاتره اللي بيقفوا معانا من ناحيه كل ما هو جديد في العلم في هذا التخصص. بتقدم لهم زي دوره تدريبيه تعليم. مصغره تعليميه تعليم. خبره بقى. على ارض الواقع. وبعدين بنستفاد بيهم يساعدونا. احنا كمان عندنا عجز في الدكاتره، ما عندناش دكاتره كتير. فالناس دي بتبقى اول ما تتعلم مره في الثانيه يبتدي هو يبقى دراعك اليمين هناك يشتغل ويتصل بيك، ده انت مشيت مثلا امبارح بعد ما اديت الحاجه الفلانيه حصل كذا نعمل ايه؟ اقول يعمل كذا وتعمل كذا متواصل مع الناس. فبقى تنميه بشريه للاطباء. تسكن خبرتهم. كانه جه خد دوره تدريبيه في المعهد. كويس جدا كويس جدا. انت بتطورهم على حسب برضو الاليات الجديده والبحث العلمي الجديد والامراض وكذا وكذا، انهم يواجهوا التحديات اللي على الارض، لان هم اكثر. انت بتنزل مثلا فتره محدده لكن هم باستمرار في المجال في الواقع وفي الريف. لا وهو كمان ممكن ما يكونش عنده المقدره الماديه ولا الوقتيه انه يجي من الصعيد يقعد في مصر هنا اسبوعين ثلاثه يتدرب معايا.
ما يقدرش، لا ظروفه تسمح من ناحية شغله ولا ماديا مكلف. فاحنا لما بنكون هناك بدل ما يجي لنا 2 3 يتدربوا، بندرب 20 واحد أثناء الجولة الأسبوعية اللي هناك. طب لو انا يا فندم، طبعا بعد ما استفدت في الحوار واخذت من العلم، انا سعيد جدا بان كل المعلومات اللي انا خدتها منك انها منفذه على الارض، طبعا مش كلام على ورق وابحاث علميه في الادراج وفي ارفف المكاتب وما بتنفذش. ده انا سعيد جدا بالمجال ده وبالمكان ده وبالكيان ده، ان انت بتنفذ على الارض. يعني العلم ما فيش 24 ساعه يبقى في الواقع، صحيح، وبيحس بيه المواطن والفلاح والمستثمر. لو انا عايز اقول رساله، اخد رسائل من حضرتك، اولهم للفلاح والمربي المنتج في الانتاج الحيوي في الثروه الحيوانيه. الرساله الاخرى لابناء معهدك او العاملين مع سيادتك ككادر، عشان برضو رسائل معنويه، بتبقى الرسائل المعنويه مهمه، وفي نفس الوقت العاملين في مركز البحوث الزراعيه كرساله. والنقطه الاخرى تطمين لجميع المصريين على مشروعاتهم القوميه الخاصه بالانتاج الحيواني. بص يا فندم، انا الرساله اللي هوجهها لاي حد بيربي حيوان، لو سمحت ما تربيش حيوان ما بيكسبكش. الحيوان اللي يخسرك استبدله بحيوان يكسبك او طوره عشان يكسبك. الدنيا نمره واحد. طب تطوير الحيوان ايه؟ الحيوان عشان يكسب لازم يعمل ايه؟ يا حيوان انتاج لحمه يا انتاج لبن يا ينتج الاثنين مع بعض. يبقى لازم الحيوان لما اجي احسب في الاخر كده انا صرفت عليه اخر الشهر قد ايه وجاب لي قد ايه، لازم يبقى في فرق اسمه مكسب. يطلب مننا المساعدة واحنا هنساعده. هنساعده بالسلالة اللي تكسبه ونساعده بالحفاظ عليها عشان تستمر معاه. رسالة لزمايلي في المعهد، الحمد لله رب العالمين، احنا فريق متكامل وفريق متناغم جدا جدا، وناس كلها يعني بتحب بعض. احنا الرسالة اللي من خلال حضرتك انا قلتها لهم وهكررها تاني، كل واحد يبقى عارف وهو جاي الصبح هيعمل ايه وما يمشيش الا لما يعمله. دي مهمه جدا. ما فيش حاجه اسمها زي ما تيجي الحاجه نعملها، لا لا، انا جاي عارف خطتي الاسبوع ده ايه، النهارده هنجز منها ايه، اخر الاسبوع هكون عملت ايه، هي دي اهم حاجه. بالنسبه لمركز بحوث زراعيه، طبعا احنا يعني بنشكره على الدعم اللي هو مديه لنا، خاصه رئيس المركز. كمان معالي الوزير اهتم جدا بالمعهد ده وحطه على الساحه، ومعالي النايب داعم جدا لينا ومؤمن جدا بتخصصاتنا، فاحنا طبعا بنشكرهم وانا بشكرهم بالنيابه عن زمايلي في المعهد. وان شاء الله بنوعدهم ان احنا هننفذ الخطه اللي احنا متحمسين فيها جدا جدا، وهي تحسين السلالات المصريه، واللي احنا ان شاء الله جزء وترس في العجله الكبيره اللي بتنفذ المشروع ده. طيب لو انا بقى يا فندم، يعني انا طبعا الحوار شيق والامل حلو، وان انت بتقول لي ان مصر جايه للافضل، طبعا مخليني مش عايز اختم معاك الحوار، لان انت اديتني امل في بكره في الانتاج الحيواني وتحسين السلالات، وان كلام القياده السياسيه مش كلام اعلام، لا ده بيتنفذ على الارض وموجود حاليا. ودي رساله طبعا بنوجهها للراي العام كله، سواء المصري او غير المصري، ان حضرتك النهارده مسؤول في معهد بحثي عن تحسين السلالات والتناسليات الانتاج الحيواني في مصر، وخاصة تبع وزارة الزراعة. لا بتقول لا، الكلام احنا بنعمله وهننفذه وبننفذه وبنساهم وبندعم، وده على ارض الواقع. فطبعا كل ده اداني بارقة امل. انا طبعا مش عايز اقول لك شكرا، لان انا عارف ان انت حضرتك شايل الرسالة وعايز تكملها، لكن اقدر اقول لك ان انت توعدني وعد امام الراي العام ان في خلال ان شاء الله فتره معينه هتكونوا قد المسؤوليه وتقولوا لنا تعالوا احنا انجزنا كذا وكذا وكذا في الانتاج الحيواني والتناسليات ان شاء الله. احنا نوعدك ان شاء الله انك كل ما هتزورنا هتلاقي انجاز في الملف ده اكيد، لان احنا مش ساكتين، وعندنا مقترحات كتيره جدا جدا بنعرضها على المركز وبنعرضها على الوزاره وعلى التنفيذيين. واسمح لي برضو انا نسيت اشكر الهيئه العامه للخدمات البطاريه وعلى راسها رئيس الهيئه، لان احنا هم دول زمايلنا اللي احنا من خلالهم بنطبق كل الافكار دي على ارض الواقع. هم دول الناس اللي منتشرين في الجمهوريه كلها ومسؤولين نمره واحد عن الثروه الحيوانيه. الامل ما ينفعش ينتهي، والعلم شغال باستمرار. لازم
الأمل في العلم لتنفيذه للواقع. رسالة مهمة النهاردة قدمناها مع مسؤول جديد من مكان جديد، قيادة جديدة بتنهج نهج التطوير والنهضة الزراعية خلال هذه الأيام إن شاء الله. معانا ومعاكم كل حلقة ضيف جديد ومسؤول جديد وأمل جديد ومشروعات قومية وإبراز الإنتاج الواقعي للنهضة الزراعية المصرية والثورة الزراعية المصرية بالقيادة السياسية الحكيمة اللي بتضخ دماء وبتدعم في قراراتها السياسية وتعليماتها السياسية لحدوث نهضة وتطور زراعي. النهاردة كان معنا ضيفنا وضيفكم الأستاذ دكتور مصطفى فاضل مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية وزارة الزراعة. بنشكره طبعا على المعلومات والحوار الشيق اللي حضرتك قدمته لنا يا فندم. شكر جدا. الشكر لسيادتك والشكر لمركز البحوث الزراعية والشكر طبعا موصول للقيادة السياسية ان انتم طبعا يعني بتشتغلوا بالعلم وبالواقع لتطوير المنتج المصري وفعلا دفع عجلة الاقتصاد المصري. ونشكر سيادتك على هذا الحوار الشيق والاستضافة الرقيقة ان شاء الله. انا كمان بشكرك، وزي ما وعدتنا بالزيارة التانية ان شاء الله احنا في انتظار تشريفكم مرة تانية وثالثة ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم. انجاز جديد واعجاز جديد وعلم جديد وزراعة ونهضة ان شاء الله. بنشكركم اعزائي المشاهدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم تاني بعد التقرير. زي ما شفتوا حضراتكم هذا التقرير بوضوح على ارض الواقع. وهل بالفعل احنا بنتكلم بوضوح؟ هل الكلام ده صحيح؟ هل الكلام ده هيتم على ارض الواقع؟ هل بالفعل ده هيتنفذ؟ هل ده لو اتنفذ ده هنعمل فيه طفره في الانتاج الحيواني؟ وبيتكلم في انتاج الالبان والانتاج اللحوم، هل ده بالفعل هيتم؟ انا ما اعتقد لو مبادره الرئيس دي تمت. والرئيس اتكلم فيها ليه؟ بيتكلم على انه هو شايف حال الفلاح او حاسس بيه، شايف حال الفلاح انه عنده 10 بهايم بيمتين ثلاثه، فلو في الاخر عمال يجيب اكل من الشمال واكل يمين، وتعرف الاكل طبعا غالي جدا، كان العلف او كان الخضار، فبالتالي بيجي في اخر اليوم بتلاقيه بيطلع له مثلا 5 رتل معايا او 10 كيلو او 15 كيلو. طب ده في الاول وفي الاخر بعتلت مواشي معايا. فمع العلم مع ان بره السلالات اللي تمت وشغالين عليها بره معايا، اللهم صل على النبي، يعني الراس لوحدها بتعدي على حد علمي يعني وقريت 30 35 كيلو الراس لوحده بشيء، مع العلم ان انا عنده ثلاثه بيطلعش 15 كيلو. طب ايه ده؟ هو فين البحث العلمي بتاعنا وفين السلالات وتحسين السلالات؟ فين الكلام ده؟ هل هم هناك بيخترعوا مثلا وفي وادي واحنا في وادي مثلا، ولا القصه رايحه فين؟ ولا احنا مكتوب علينا ان احنا نمشي كده مع كل حاجه على الحروكوك؟ ولازم لحضراتكم يعني القصه ايه؟ وهو الراجل يعني هيعمل اكتر من كده ايه؟ بيقول يا جماعه تتحركوا، انا 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 انا, أنا في سلالات بره بتتعمل معايا وتحسين السلالات على شكل عالي جدا كانتاج لحوم او كالبان. فين احنا من القصه دي؟ فين؟ انا جد بامانه يعني مش عارف. انا هل الحوار اللي دار في التقرير واتكلم فيه الاستاذ عربي مع الدكتور مصطفى، هل بالفعل ده هيتم بالفعل؟ انا اعتقد يا ريت هيبقى فيه طفره. طب يا ريت لو فعلا تم، انا ما اعتقد يعني احنا مش هنعاني احنا من حته ان في نقص لحوم او ارتفاع اسعار اللحوم او ازمه البان من السعر بيرتفع. ده السعر بقى كيلو وصل انا ما اعتقد 16 جنيه او 17 جنيه الكيلو اللبن. طب ليه؟ طيب ليه كده؟ ايه السبب؟ هل السبب مفيش تحسين سلالات ومفيش انتاجيه ومفيش فين العلم ولا البحث العلمي؟ ده اللي بنتكلم فيه. فين مركز البحوث؟ هو المركز البحوث ده نايم ولا ايه القصه بتاعته رايحه فين؟ ولا ايه؟ انا عايز افهم يا استاذ عربي بعد اذنك بكلمك على الهوا، هو رئيس مركز البحوث الزراعيه ده حضراتكم ده مش مسؤول عن جميع المنتجات او الحاجات اللي هي الحديثه، اذا كان من محاصيل او من الثروه السمكيه او اذا كان من الثروه الحيوانيه او الثروه الداجنه، كل ده حضراتكم مش بيبقى في مراكز بحوث موجوده في التقاوي في كل ده الانتاجيات دي كلها تحسين السلالات بتاعتها عشان دي انتاجيه عاليه عشان تخدم على الفلاح عشان تخدم على امن غذاء مصر؟ ده دوره ايه طيب؟ عايز افهم. ارجو يا استاذ عربي ما تحطها في الحلقه القادمه عشان انا مش الحته دي يعني عايز اوضحها ومش عايز اتك عليها قوي عشان انا مش مدرك قوي مش ملم بالحته ان المراكز البحوث الزراعيه ما اعتقد ان هي
هي العمود الفقري، انا بعتقد كده يعني، هي العمود الفقري للتنميه الزراعيه في المرحله القادمه. نعتقد يعني ان احنا كنا بنعاني السابق الفتره السابقه عشان ما كانش فيه اهتمام قوي لمراكز البحوث وتكاتف البحوث على ان هم بيبحثوا على ان ازاي يطوروا من انتاجيه الزراعه، اذا كان في انتاج حيواني او في انتاج زراعي. هل ده بالفعل هيقوم بالفعل زي ما قال الدكتور مصطفى؟ هل بالفعل ده هيتم؟ طب احنا عايزين بقى ناكد اكتر على المسؤول عن مركز البحوث ده معايا، هل بالفعل في رؤيه وخطه معايا في التطوير الكلام ده كله؟ وهل ده يتم تنفيذه؟ وهل ده له فتره زمنيه؟ فارجو انا بتكلم اسئله على الهوا، فارجو بس الفريق العملي يدونها عنده عشان نقدر نوضحها برضو للساده المشاهدين واهالينا وناسنا وفلاحنا وقرايبنا، ان احنا في المرحله القادمه هيبقى في امل في تحسين السلالات اذا كانت في الزراعه او اذا كانت في الانتاج الحيواني او في الداجني او الانتاج السمكي. انا مش عايز اطول على حضراتكم، لان طبعا ملف الزراعه كبير جدا، وان كده السياسيه طبعا مركزه معاها على ان ازاي في المرحله القادمه ان احنا نركز في تحسين الانتاجيه بتاعتنا وتحسين السلالات بتاعتنا في المرحله القادمه. ده هيتم ان شاء الله ومتابعه مع فريق العمل على ارض الواقع مع مسؤول مع احدى من مؤسسات الدوله. فالمرحله القادمه ان شاء الله هنتابع ونشوف هل فعلا هيتم ولا لا، وهنشوف طبعا مع رئيس مركز البحوث هنشوف هل فعلا هيتم التشغيل ده على ارض الواقع ولا لا، هيتم تنفيذ، هل رئيس الجمهوريه هيتم تنفيذها ولا لا، ولا هو كلام هيبقى على المكاتب. وخلينا نشوف ان ده قطاع مهم جدا ولازم نركز عليه بشكل جيد. وانا بتكلم على المباشر اهوت على الهواء لفريق العمل يتابع بشكل جيد، لان ديت تعتبر تكليف ويعتبر ده رؤيه استراتيجيه موجوده للسياده السياسيه في المرحله القادمه. خلينا نتابع ونشوف مع احدى المسؤولين. انتظرونا في الحلقه القادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.